أرجوك تسامحيني يا بشرى، موضوع أحلام زي ما حكيتلك ملخبط دماغي خالص. سنين الحرمان الطويلة عمرها ما قضت على حلمي بالجواز من أحلام. ما بترديش عليا ليه؟ لسه زعلانة مني؟ لكن قصدك على موضوع امبارح، أنا خلاص نسيته. يا سلام، ما تتصوريش أنت ريحتيني إزاي؟ شلتي على صدري هم كبير قوي. المهم إنك ترتاح من غير ما تعرف اللي تشم من على صدرك ده راح فين. انت بتعيطي ليه يا بوشه؟ في ايه؟ ولا حاجه، انا بس عايزه اروح عشان ما اتاخرش. يعني هتفضلي بنت عمي وصاحبتي اللي بطمن لها طول العمر واحكي لها كل حاجه؟ ان شاء الله. اهلا يا هشام، ازيك؟ دي شاكر زي القمر. حفله حلوه. ويا ترى عملت لنا ايه في شغلانه فريد؟ جميل. اتفضل اتفضل يا توفيق بيه. مش معقول، نفس السيجار اللي بشربه. ايه ده؟ عرفت تجيبوه من مصر ازاي؟ والله فارس دخل عليه 7 دخات. بس بقى كان مصر عشان عارف ان حضرتك ما بتغيرهوش. انا شاكر جدا يا استاذ فارس. دي اقل حاجه يا توفيق بيه. على الله فارس ما يكونش مقصر رقبتي معاك يا توفيق بيه. بالعكس، حضرتك قدمتي لي هديه عظيمه جدا. امال ما بتسفروش ليه؟ مش تبعته يعمل لك صفقات اكبر شويه يوريك فيها همته؟ انت برضو مش عارف تستفيد بمجهوداته وبطاقته كما يجب. انت بتقولي فيها؟ النهارده الصبح كنت لسه بفكر له في مهمه في اوروبا، لو نجح فيها هيكون مستقبله عندي في الشركه ملوش حدود. انا شخصيا واثقه فيه 100%. ربنا يخليك يا هدى هانم، ربنا يخليك، ربنا يوفقني وافضل دايما عند حسن ظنك يا توفيق بيه. خبر؟ معقول كاسك فدي وانا واقفه كده زي قلتي؟ لا، انا اجيب تلج. ثواني ثواني اجيب تلج. ازاي تقولي كده؟ انت زي قلتك؟ حرام عليكي، ده كفايه اهتمامك بيا. انت عارفه كلامك اثرني يا فتحيه. انا ده بس من ذوقك. بذمتك مش جو العزبه اجمل؟ ايه احلام، معقوله فين مزيك؟ حالا. شكرا شكرا. عفوا يا فندم، اتفضل. الف شكر. تمام كفايه كده. كاسك فين؟ انا اهو كاسي. والهانم كاسها فين؟ انا جاهزه. حاضر. عيل براو في صحتكم. صحتك يا فندم. ما بعرفش ارقص، عمري ما رقصت. لا لا، ها؟ امال هتسافر بره ازاي؟ ده انت ممكن تمضي العقد مع العميل وانت قاعد جوه ديسكو. يلا يا بابا امال. حاضر. يلا يلا يلا. يلا. توفيق بيه. ايوه.